متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من قضايا الاجرام. القضيه اللي غادي نعاودوا لكم اليوم هي واحد القضيه غريبه وقعت بمدينه الدار البيضاء. هذه القضيه حاروا فيها رجال الامن الوطني، وفتالي غيكتشفوا الفاعل. بقوا معنا باش ندخلوا معكم في سرد ديال هذه القصه بلا ما نطولوا عليكم. متابعينا الكرام، القصة أو الجريمة اللي غادي نعاودو لكم اليوم وقعت سنة 2003، ولكن السيد اللي غادي نعاودو عليه غادي نعاودو الاستوار ديالو بداسم 1992. هاد السيد هذا سميتو عبد اللطيف، كان ساكن بمدينة الدار البيضاء، كان المستوى الدراسي ديالو متوسط، شي مستوى عالي. هاد السيد هذا اللي سميتو عبد اللطيف تقدم للجهاز ديال القوات المسلحة الملكية وخدم، دخل العسكر وبقى خدام في العسكر بواحد الرتبه اللي هي رتبه عاديه بحكم المستوى الدراسي ديالو. هاد عبد اللطيف هذا غدوز واحد المده وغادي يتقاس واحد المرض في رجليه. ديك الساعه كانت شي 1998، تقاس في المرض في رجليه. فاش تعرض على الطبيب ديال الجهاز ديالهم، قال له ودي راه خصك تحيد الرجل ديالك باش يمكن هذا المرض يحبس ليك، ما ينتشرش في الجسم ديالك كامل. بالفعل هاد عبد اللطيف هذا تعرض لواحد العمليه وتحيدات ليه الرجل ديالو. هاد عبد اللطيف غادي يتحال على التقاعد بواحد المنطقه اللي هي قليله، ماشي منطقه كثيره، وغادي يشوف واحد بنت الحومه ديالو. واحد بنت الحومه ديالو كانت تمايا، هو في عمره داك الساعه تكون شي 38 سنه، هاد بنت الحومه ديالو تكون في عمرها شي 32 سنه. شافها عجباته، تقدم للدار ديالهم، خطبها، عطاوها له مالين دارهم، تزوج بها، بقاو عايشين بخير. واحد النهار عبد اللطيف هذا تقدم للمصالح ديال البلديه وقال لهم اودي انا مداوي الاحتياجات الخاصه وشنو باش يعطيوه شي كيوسك فين يدير التجاره ولا يدير شي حاجه. بالفعل البلديه وافقت على الطلب ديالو وعطاتو الرخصه باش يدير كيوسك في المدينه. دار هذا الكيوسك هذا، بدا كيبيع فيه الجورنال، كيبيع فيه بعض الاوراق، بعد هذا المهم كيوسك ما عرفش كيبيع فيه. بقى هكاك داز واحد المده وهما عايشين هكاك. الزوجه ديالو كان كيديها معاه في الصباح، شي مرات كتنوض كتمشي معاه كيفطروا وكيمشيو بجوج كيجلسوا في المحل في داك الكيوسك. كدير داك الوقيته ديال 11 كتمشي هي كتوجد الغداء عاوتاني وتجيبوا له وتجلس معاه حتى كيمشيو بالليل. بقات المده غادي هكاك. واحد النهار حسب ما جاء في المسطره، واحد النهار هذا عبد اللطيف هذا فاق من الناس، قال للمراه ديالو تمشي معايا، قالت له دير سبعه عيانه ما نمشيش، تمسير تلحق عليك. مشى للكيوسك ديالو قي النهار كامل، في العشيه جا بدا كيدق في الباب ما فتحات ليش، جبد الساروت فتح الباب دخل بدا كيعيط ما جاوبو حتى واحد، دخل البيت نعس بدا كيغوت. التحقوا به الجيران، دخلوا عنده، مالك؟ هما يكتشفوا المفاجأة، كانت الزوجة ديالو مقتولة بعدة طعنات، مضروبة في الجسم ديالها بعدة طعنات في وسط واحد البركة ديال الدم. خبروا رجال الأمن الوطني، جاو رجال الأمن الوطني داروا المعاينة ديالهم، تلاقوا مع الزوج ديالو كيفاش وقع. قال لهم ودي راني جيت كنت في الكيوسك هاشنو الزوجة ديالي رقات لي في الصباح سير تلحق عليك، ما لحقاتش عليا، فجيت في العشية فتحت لقيتها في هذه الحالة هذه. سولوا الجيران قالوا ما بدي بالفعل هذا السيد هذا ما يخرج في الصباح، ولكن راه زاج في العشيه ما بانش، بحكم ان داك الحومه ديالهم كان حومه شعبيه، بلادهم غادي جاي الحوانت، الامور مفتوحه، البيبان مفتوحين ديال الجيران، معروف كل شيء شنو كيدخل في داك السيكتور وشكون كيخرج. قالوا ما بدي هذا السيد هذه راه ما عندها حتى شي واحد هذا النهار، وهذا السيد ما بانش من البارح ما بانت ليناش. هكذا غادي يعمقوا البحث رجال ديال الامن الوطني. سولوا الزوج قالوا له ودي واش الساروت عند من؟ قال لهم ودي غير عندي انا، ها هو، وعند الزوجه ديالي، ها هو في مازال، وراهم الساروت ديالها اللي كان مازال عندها. وخلال المعاينه ديال رجال الامن الوطني لهاد الجثه، كانت لابسه ملابس داخليه، واحد الملابس اللي هما مثيرين، هنا اي واحد غيمشي دماغه في مشى دماغنا كاملين. الزوج كيقول لهم اودي هذا اللباس هذا فاش خرجنا راه ما كانش لابسه هذا اللباس هذا. قالوا له شنو كانت لابسه؟ قال لهم اودي شنو كانت لابسه وراهم تما شنو كانت لابسه. قال لهم اودي هذا الشيء راه ما خليتها فاش خرج راه ما خليتهاش لابسه هذا الشيء هذا. رجال الامن الوطني زادوا سولوا الجيران كي داير العلاقه بين هذا السيد هذا والزوجه ديالو. قال لهم اودي الامور بخير، عايشين مزيانين،
محترمين بعضياتهم، ما كاين زعما شي مشاكل، ما عمرنا سمعنا غواتهم او صداعهم او شي حاجه بحال هكا. المهم رجال الامن الوطني داروا المعاينه ديالهم لديك الجثه، هزوها لمستودع الاموات قصد تشريح والوقوف على ملابسات ديال الوفاه. رجال الامن الوطني قبل ما يوصلهم التقرير ديال الطب الشرعي توصلوا بواحد الاخباريه. الاخباريه شنو هي؟ واحد الجارة ساكنه بحال دابا كنقولوا داك العسكري هو ومراته ساكنين في السفلي، فوقي ساكنه واحد الجارة ديالهم. قلت لهم مودي راه هاد السيده هادي كان كيجي عندها واحد السيد، كان كيجي عندها واحد السيد، وفاش كنسولوها كنقول لها كتقول لنا ودي هذا راه خويا، وحنا عارفين عندها خوها واحد بحكم انها راه غير بنت الحومه هي ماشي شي وحده برانيه، عارفين عندها خوها واحد. كتقول ما ودي هذا خويا عاد جا من برا وسكن هنا وكيجي عندي. البوليس سمعوا هاد الهضره هادي، مشاو جابوا هاد السيده هادي استمعوا ليها. قدم ودي راه كيجي عندها واحد السيد قصير في القامه، راجل كبير يكون في عمره شي 50 سنه، كيجي عندها كيدخل عندها. فاش كنسولوها كتقول لنا ودي هذا خويا كان عايش على برا في الطليان، وتيجي راجع تسكن في الدار البيضاء كيجي عندي مره. وبحكم اننا خفنا يكون خوها ما بغيناش نوصلوا للزوج ديالها تقدر يوقع شي مشاكل، وصدق خوها وصدقوا حنا في الاحراج. بقات الامور هكا. قالوا له ودي السيد هذا كيدير؟ قالت لهم ها كيدير ها كيدير ها كيدير، ما تعرفوش على هذا السيد هذا. مشاو البوليس عيطوا لعائلتها فسولوها، بقاو عندها غير خوها واحد. جاو قال سولوه قالوا له واش عندك شي خوك اخر؟ قال لهم لا سيدي انا هو اللي عندي، انا واختي اللي عند العائله ديالنا، غير انا اختي ما كاينش شي واحد. جاو لعند الزوج سولوه قالوا له ودي ما عمرك انت شكيتي في الزوجه ديالك او شي حاجه بحال هكا؟ قال لهم لا سيدي ما عمري شكيت في الزوجه ديالي، وما عمري ما عمر كان شي حاجه هكا، او طار الانتباه ديالي ديال شي حاجه زعما تخوني. قالوا له ما الجيران ما عمرك قالوا لي؟ قال لهم لا سيدي ما عمري وصلني الخبر ديالها بان دخل عندها شي واحد، ما عمر كان في راسي شي حاجه بحال هكا. بقاو البوليس كيديروا البحث ديالهم، لان يعني غموض حول هذه الجريمه هذه، بقات هكا ما عارفين شنو شكون اللي قتل او شكون هو الفاعل. غادي يجي تقرير ديال الطب الشرعي. فاش غادي يجي تقرير ديال الطب الشرعي غياكد لهم بان هاد السيده هذه ماتت بواحد، كانت ناعسه فاش قتلات، كانت ناعسه ضربت بواحد الضربه اللي هي كانت ضربه واحده اللي قتلاتها نيشان تغرس لها الموس في القلب ديالها. وقالوا له مودي الطب الشرعي كيقول له مودي هاد السيده هذه راه ما كانتش مارست شي حاجه قبل ما تموت، لان ما كانتش شي مضاعجه او شي حاجه بحال هكا، ما كانش قبل ما تموت ما دارت حتى شي حاجه. هنا هاد الامور هادي غريبه بالنسبه لهاد الوفاه هادي غريبه. الرجال الامن كانوا كيديروا البحث ديالهم وغيسمعوا واحد الجار اخر غتجيهم من خلال المخبرين ديالهم، واحد الجار ديالهم قال لهم ودي هاد السيد هذا الزوج ديال السيده اللي ماتت راه كنت قلت له ودي الزوجه ديالك راه كيجي عندها شي واحد. واحد النهار جلسنا انا وياه في القهوه وبقينا كنعاينوا تدخل عندها شي واحد وخرج، ولكن ما عرفتش الفعل ديالو شنو دار داك الساعات. من بعد هاد الخبر هادي وصلت للامن الوطني، مشاو عيطوا لهاد السيد هذا جابوه قالوا له ودي انت قلتي بانه هاد السيد هذا كنتي خبرتيه بانه شي واحد كيدخل عنده ودرتو المعاينه. قال له ما ودي بالفعل راه قلت له شنو كاين كيجي شي واحد غريب عند الدار ديالك واش يكون مع عائلتك او كذا، وراه جينا وبقينا جالسين في القهوه وشنا داك السيد دخل وبقى تمن شي ساعه ونص وخرج ومشى بحالاته وما عرف شنو وقع من بعد. هنا غادي يوليو يعيطوا للزوج. فاش عيطوا لهاد الزوج هذا سولوه قالوا له ودي انت جا عندك شي واحد شحال هادي؟ وقال لك ودي راه الزوجه ديالك كيدخل عندها شي واحد، وبلي ما راه جلستي في القهوه جلستي انت وهاد السيد هذا وشتي السيد دخل عند هاد السيده هذه وخرج، وانت قلت لنا بان ما عمر شي واحد قالها لك. قال لهم لا سيدي انا ما عمر وقعت شي قاع، الامور هذه ما عمرها وقعت. هنا غيمشيو يجيبوا داك السيد اللي قال لهم ودي راه جلسنا انا وياه في القهوه وقلت له الزوجه ديالك راه كيدخل عندها شي واحد. واجهوه قال له هذاك السيد في وجهه قال له ودي هذاك النهار راه جيتي وجلستي معايا في القهوه وقلت لك اودي شنو كاين وجلسنا تقوينا وبقينا حاضيين وقلتي الزوجه ديالك غادي يمشي نخدم وما مشيتيش
وبقينا جالسين نوقف في القهوه ودرنا المعاينه ديالنا حتى دخل عند السيد وخرج. الزوج بدا كيتلوى قال له ما ودير انا الزوجه ديالي دخل عندها شي واحد بقيت كنشوف لكن الموبل هذاك راه كبير ما عارف من عند من دخل واش دخل عندها ولا دخل عند شي واحد اخر ما عارفش عند من دخل. انا الزوجه ديالي بحال واش تخوني انا الزوجه ديالي تايق فيها وهذا الشيء هذا معمره يكون. رجال الامن الوطني غادي يسولوه المحققين غادي يسولوه غادي يقولوا له ودي داك النهار اللي ماتت فيه الزوجه ديالك اللي تقتلات فيه فين تغديتي؟ قال له ما ودي شريت شي مادلين وشي عصير محدد الحانوت حدايا تما وتغديت قضيت داك الشيء اللي كليتو في العشيه عاد مشيت للدار ديالي باش عاد ناكل. قالوا لي يلا ورينا مين شريتي هاد الماكله هادي اللي باش تغديتي. مشاو راهم واحد المحلبه حداه قال له ما ودي هنا شريت. دخلوا سولوا داك مول المحلبه قالوا له ودي واش هاد السيد شرا عندك؟ قال له ما السيد اصلا ما عمره هضر معايا من النهار اللي راه تقريبا راه مده هادي ديال 50 او 60 جالس حدايا هنا راه ما عمر وصل عندي وما عمر قال لي السلام وما عمر هضرت معاه. قال له كيفاش؟ قال له ودي راه ما عمر هضرت معاه هاد السيد هذا راه ما عمري اصلا هضرت معاه باش يشري من عندي. غيكتشفوا حوايج اخرين رجال الامن الوطني غيسولوا غيقول الجيران ديالو اللي كانوا تما في كيبيعوا حداه قالوا له ودي داك النهار هاد السيد هذا راه ما فتحش داك الكيوسك راه ما فتحوش داك النهار راه ما جاش كاع في الصباح كامل حتى العشيه ما جاش ما وصلش لهنا. هنا رجال الامن الوطني غادي يعمقوا مع البحث وغيرجعوه للكوميسارية وغادي يسولوه. قالوا ليه داك النهار اللي مات فيه الزوجه ديالك قلتي لنا كنتي فاتح وانت ما كنتيش فاتح داك الكيوسك ديالك اللي كنتي كتبيع فيه اذا فين كنتي؟ قول لينا عطينا مبرر فين كنتي. بقى كيدخل خرج في الهضره وكيعطي شي راكم عارفين شي احداث واهيه كنت هنا في التالي غادي يتزير وغادي يقول لهم اللي كتاب واللي عطى العطال غادي نقول لكم شنو كاين. قالوا له عاود لينا. هنا غادي يفتحوا معاه محضر رسمي ويسمعوا الاقوال ديالو. قالوا مودي الزوجه ديالي انا اللي قتلتها وقتلتها لانها حصلتها كتخوني. قالوا له كيدير هاد الخيانه اللي حصلتي كتخوني؟ قالوا مودي فاش كانت كتجلس معايا في الكيوسك كان كيجي واحد السيد وكيبدا يتبادل النظرات مع الزوجه ديالي المره الاولى المره الثانيه. قلت انا يمكن غير هو ما بغيناش نديرو معاه اللازم قدر راكم عارفين بنادم عينو زايغه انه ماشي مشكل. ولكن في التالي اكتشفت بان هاد الزوجه ديالي كتبادل معاه نفس النظارات. قلنا ما كاين مشكل بقينا هكاك. هاد السيد هذا كان كيجي كيشري مني الجورنال وزاد في خلال الاقوال ديالو قال لهم ودي واحد النهار جا واحد الجار ديالي قال لي راه المراه ديالك راه كيدخل عندها شي واحد براني واش هو مع عائلتك او كذا؟ قال لهم لا سيدي راه ما كيجينيش. هاد الجار ديالو غادي يجلس هو وياه في القهوه قال لك غادي نشوفها غنشوفها كيدخل عند السيد هذاك اللي كيجي عندي الكيوسك. ولقيت بان كانت كدير لي السبه شي مره كتقول لي انا غنمشي نجيب لك الغداء وكتعطل بالساعه بالساعتين كتقول لك حقا ما لقيتش الخضار حقا البوطه سالتي حقا كذا وكنت كدير شي اسباب باش كتعطل. وشي مره كتقول لي في الصباح لا ما مشيش معاك خليني نعس هاد الصباح هذا تلحق عليك. واكتشفت في ان فاش كانت كتغيب كانت كتلاقى مع هاد السيد هذا. النهار اللي قتلتها جيت في الليل دخلت خليتها حتى نعسات وهزيت واحد الموس كنديرو انا تحت مني موجدو خليتها حتى نعسات وكنقبطو داك الموس وضربتو لها في القلب ديالها وبديت كنوجه ليها عدة طعنات حتى تأكدت بأنها ماتت. ونط من حداها وما نعستش داك الليلة بقيت كنمشي لهنا وكنمشي هنا في الدار تطلع الصباح نعست تقريبا شي ساعتين حتى الخمسة الصباح نط بديت كنفكر كيفاش غادي ندير لهاد الجودة هادي. وفي التالي خرجت من الدار خرجت في الصباح ما قدرتش نمشي نفتح الكيوسك بقيت جالس ما فتحتش الكيوسك مع ان العقل ديالي بقى مشطون. بقيت غادي لهاد القهوه كنجلس فهاد القهوه كنتسنى غير فاش تجي العشيه. فاش جات العشيه رجعت للدار وفتحت الباب وشافوني الجيران دخلت ودرت داك المسرحيه باش يبعد عليا داك الشبهات. وتسمى في شي واحد لانه دخل وقتلها اما داك اللي كان عنده علاقه معها او شي واحد اخر. وهذا الشيء اللي وقع. هنا غادي يسمعوا لهاد المتهم وغادي يقدموه للعداله وغادي يتحكم ب 20 سنه من السجن النافذ.
أما بالنسبة للسيد اللي كان عنده علاقة مع السيد ريمس، مشاو جابوه وداروا معاه تحقيق. في الأول نكر قال لهم أودي أنا ما عندي علاقة بهذه السيدة هذه، في التالي غادي يعترف قال لهم أودي كانت عندي علاقة مع هذه السيدة هذه، كنت كنجي عندها للدار، وهنا غادي يتبع تهمة ديال الفساد وغادي يتحكم حتى هو بالسجن. شحال واحد غادي يقول لي أودي السيد اللي تحكم 20 سنة أظلموه خدا حقه، قانون ما فيهش ديال خد حقك بيديك، قانون لقيتي السيدة كتخونك سير دير القانون ديالك وتبع مسطرة ديالك، وكل واحد غي ياخد الجزاء دياله. ولكن باش تقتل ما كاين شي قانون كيقول لك قتل شي واحد بيديك او خد حقك بيديك. هذا هو المغزى ديال الليله، ماشي كان شي حاجه غتمشي تاخد حقك بيديك. كاين قانون، كاين مؤسسات، كاين بزاف د الحوايج، سير قصدهم وتبع المسطرة ديالك وغادي ياخذوك حقك بلا ما تاخذوك انت بيديك. الى هنا متابعينا الكرام، نتمنى الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم، والى حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم.